السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإيجابها أن يقول هي أضحية. إيجابها الملزم بنفاذها وذبحها أن يقول هي أضحية، ولا يكفي أن يشتريها بالنية، بنية الأضحية. اشتراها بمجرد النية ما تكون أضحية، فإن ذبحها بعد أن نواها كفى ذلك. لكن لو اشتراها بنية الأضحية ثم عدل عن هذه النية على كلام المؤلف، وهو المعروف في المذهب أنه لا مانع من بيعها حتى يقول هذه أضحية أو هذا هدي، لأن الحكم واحد، لأنه في المتون الأخرى ويقول ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية، فالحكم واحد. والقول الثاني في المسألة أنها تكفي النية وتصير أضحية بمجرد النية، بشرائها بمجرد النية كسائر العبادات، أنها يدخل فيها بالنية، يدخل فيها بالنية ولا يحتاج إلى نطق. والنية محلها القلب كما هو معلوم، والنطق بها بدعة، بأن يقول نويت أن أفعل كذا أو أضحي بكذا أو أصلي كذا، هذا معروف عند أهل العلم أنه بدعة. لكن مجرد الشراء، يعني لو اشترى عبدا وهو ينوي عتقه، هل يعتق بنية بمجرد الشراء الذي سبقته النية، أو لا بد أن يقول هو حر لله جل وعلا أو عتيق أو ما أشبه ذلك؟ ها؟ العكس، العكس، الشرع يتشوف للعتق، فنفاذه أسرع من نفاذ الأضحية ونحوها. الأضحية سنة كما تقدم، لكن التشوف للعتق من قبل الشارع أكثر من التضحية. يقولون إذا اشترى بنية العتق لا يعتق حتى يقول هو حر لله جل وعلا أو عتيق. لكن لو كان عليه عتق رقبة كفارة مثلا أو نذر، ثم اشترى هذا العبد بنية العتق ثم تخلى عنه، هذا التخلي يقوم مقام النطق وتركه يذهب. ودلت القرائن على أنه اعتقه. وهنا لو اشترى بنية الأضحية، بنية الأضحية ثم ذبحها، وش بقي؟ خلاص أجزأت. ما يقال هذه والله ما نويت ما تصلح، لا، الكلام فيما إذا اشتراها بنية العتق ولم ينطق يقول هذا هدي أو أضحية ثم تصرف فيها، يلزمه بدل ولا ما يلزمه؟ على كلام المؤلف لا يلزمه بدل، وعلى القول الآخر ومعروف عند الحنفية والشافعية والمالكية يقولون خلاص مجرد النية تكون أضحية. نية شراء أو نية عند الذبح، في المثال ذكرت قضية اشترى ثم ذبح، استصحب النية عند الذبح محل واحد، لكنه ما نطق. هم يقولون لا بد أن يقول هي أضحية. النبي صلى الله عليه وسلم ما نطق، اشترى وذبح بس قبل أن يذبح.
يذبح قال لو لم أسق الهدي، ما قال أن هذا هدي لكن كفى أنه ما لا, لا, لا الفعل قد يكون أقوى من القول، كونه يشتريها بنية الأضحية ويذبحها بهذه النية يعني ما نوى نقضها. يعني عندك فرق بين أن يستصحب الذكر وبين أن ينوي قطعها، فرق بين هذا وهذا. استصحاب الذكر عند أهل العلم لا يلزم، لكن استصحاب الحكم بألا ينوي قطعها كما قالوا في الوضوء، كما قالوا في الوضوء بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، هذا هو المشترط. ولذلك لو شرع في الوضوء ثم في أثنائه بعد أن غسل يديه عدل نقض هذه النية، أراد أن يحدث فلم يحدث، حاول وعجز، يستمر ولا يستأنف؟ يستأنف لأنه نوى قطع النية ولم يستصحب الحكم. وهنا إذا اشترى الأضحية فلما بقيت عنده يومان أو ثلاثة أو أكثر أو أقل طرى له أن يعتل عن هذه النية، رأى أن هناك حوائج يحتاجها أهله بقيمة الأضحية أهم وأولى من هذه الأضحية، فباعها وقضى حوائجهم وهما نطق له ذلك، له ذلك. وعلى القول الآخر أنه مجرد ما نواها النية صارت لها، ولا شك أن النية لها أثرها. طيب لو اشترى هذه الأرض بنية السكن مثلا ثم بعد أن مضى عليها مدة نواها للتجارة، نواها للتجارة، متى يبدأ الحول؟ من الشراء أو من النية أو من البيع؟ ها؟ ايش قال الشيخ؟ من النية. حسن الله إليك، صارت عروض تجارة الآن. ها؟ لما نواها للتجارة صارت كعروض التجارة. شو؟ النية عرضها للبيع نية. فقلون فإن اشتراها لغير التجارة ثم نواها، أي التجارة لم تصر لها، يعني من ملك أرض بإرث مثلا أو هبة أو اشتراها لغير التجارة سكن ولا استثمار مثلا ثم بعد مضي مدة نواها للتجارة، قالوا ما تصير للتجارة حتى يبيعها لأنه ما اشتراها بنية التجارة، هذا معروف في المذهب لا شك. لكن جمعنا للتحقيق قالوا إذا نواها للتجارة صارت عرض من عروض التجارة، لكن حنا نشوف النظائر، ننظر في النظائر من جميع الأبواب لتتضح المسألة. على كل حال المعروف في المذهب أنها لا تصير إلا بأن ينطق هذا هدي أو أضحية، ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية، وإجابها أن يقول هي أضحية ولا تكفي النية. ها آه. والعبادات النوايا تكون في القلب حول القلب. طيب ماذا غلب الجانب الضرب هنا؟ هل اعتبرت انها معامله من المعاملات وهذا التوصيف الفكري؟ لكن انت اذا ذهبت الى من هنا الى مكه ناويا العمره او الحج وقبل وصولك المحرم هونت رجعت، وش يلزمك؟ ها؟ لا يلزمني شيء. طيب شو الفرق؟ عبادة وحدد الوقت وهون قبل الوقت. لو بغيت تجيب تقيس هذه على هذا لو تجاوز الميقات هو ناوي النسك لكن ما دخل ثم بدله أن يغير نيته ما دخل، ما دخل في النسك، ما دام ما دخل في النسك ولا تجاوز الميقات.
ها؟ لكن أحسن الله إليك، هو ناون العمر، ناون العمرة وتجاوز الميقات من غير إحرام، إيه؟ وهو ناون العمرة. طيب. ثم بداله، نعم، رفض. ولم يدخل في النسك. ولم يدخل في النسك. معلش. بداله الرفض. معلش. لكن أخشى أن تكون هذه حيلة يا شيخ لمن يتجاوزون الإحرام الميقات من دون إحرام، إنه ينوي رفض العمرة ثم يستأنف. مدام ما دخل في النسك. ما دخل. مش ما الذي يلزمه ما دخل؟ يلزمه بنيته الأولى التي بلغ بها الميقات وتجاوزه، لم يرفضها إلا بعد التجاوز. لو غير في الميقات قلنا ما في مشكلة. هو بلا شك أن إذا رجع أو انتقل من شيء إلى شيء حيلة فإنه يعامل بنقيض قصده، مثل ما قالوا في مسألة من حج متمتعا فأدى العمرة وانتهى منها وعاد حلالا كما كان، له أن يطأ زوجته، فقال أنا ما بحاج هالسنة، يلزمه ولا ما يلزمه؟ ها؟ شو؟ ما لم يكن حيلة ما يلزم. لا هذا خائن ما بعد اشترى. ما تلبس يعني لا بالإحرام ولا تلبس بالأوفية، ما يلزم شيء على النية. مجرد النية ما يلزمه حتى يدخل في الشيء، إذا اشتراها دخل، وإذا ها؟ وإذا تجاوز ما دخل حتى يقول لبيك عمرة، لأنه الآن دخل. هذه نية النسك التي هي الركن. يعني ما الفرق بين أن يذهب الشخص المتوضئ، نعم، ويجلس على محل قضاء الحاجة ليقضي حاجته، ما 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 قضى حاجته، ما صار فيه شيء، ولبس ثيابه ومشى، نقول انتقض وضوءه؟ نعم، بناء على كلامكم نعم انتقض وضوءه. لا لا، بعد تمام الوضوء، بعد التمام. ومن ذهب ليأكل في أثناء صيامه، ذهب للمطبخ وبحث ما وجد، يفطر ولا ما يفطر؟ ها؟ يقولون من نوى الإفطار أفطر. وما الفرق بينه وبين الوضوء؟ الوضوء انتهى، مثل ما لو أفطر بعد غروب الشمس وقال أنا هالصيام ما أنا معتد به، أبا صوم غيره، ما يضره. شو؟ إلا ولو رجع، لو رجع إلى الدخول المسجد للصلاة لا لغيرها. وشو؟ الميقات، يعني نية الدخول يوازي الذبح، ما يوازي الشراء، مجرد وصول الميقات قبل الدخول في النسك، لأنه ما يلزم. الآن راح الوقت على جملة. لو أن له أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، تمنى خلّه لم أسق الهدي، وما تكلم يوم ساق الهدي صلى الله عليه وسلم، كان رجع وجعلها عمره وحل مثل أصحابه. ساق الهدي بنية الحج، نفس الشيء، وش نية الأضحية؟ باشر الفعل الشراء بنية الأضحية، وصلى الله عليه وسلم ساق الهدي بنية الحج. لو ساق الهدي قبل الدخول في النسك رجع، قبل الدخول كان الآن اشترى، قبل اشترى الهدي وساقه وين وصل الطائف قال برجع. الهدي وين ما يلزم لا ما يلزم، هو تابع للحج، تابع. سوق الهدي في الأصل سنة، سنة ما هو واجب. أنا عفى الله عنك، الآن يفرق بين نية قطع الطهارة أثناء إيه؟ إيه نعم، مثل من نوى الإفطار قبل تمام الصيام
وبعد تمام الطهارة مثل ما لو غابت الشمس وقال أنا والله من مرتاح صيام هذا اليوم وأبصم غيره ما يضره. طيب طلب منه التبرع بالدم على القول بأن الحجامة تفطر وذهب إلى المستشفى وقالوا خلاص اكتفينا، شو الحكم؟ ها؟ حسب النية. النية راح إن بتبرع. ما علق ولا شيء، راح إن بتبرع. ها؟ شو؟ ويرى أن الحجامة مفطر. يعني على هذا القول. شو؟ نتمنى ولكن ما في. شو يشترط؟ لا اشترط نحتاجوه. وانتبرع هو رايح انا بيتبرع هو. يقول لو اوجبها ناقصه وجب عليه ذبحها. قال هذه اضحيه وهي عوراء بين عورها. وقيل له ان العوراء لا تجزي، قال الحمد لله لا تجزي نروح نبيع. ها؟ على ما يقول جت منهم. إيه بعض الناس أنفسهم ترى ما يبالحيل مع العبادات ومع الإنفاق ومع بس اللي مر من عند الجامع لقاه مسكوك فرح. يقول ولو أوجبها ناقصة وجب عليه ذبحها. خلاص أوجبه، والناقص لا شك أنه أفضل من لا شيء، وجب عليه ذبحها ولم تجزه لأنها معيبة. لأنه أوجبها، أوجبها شو ترد؟ يعني يلزمه بدلها، ما عنده غير هذه، هل ناقصة بمئتين ريال والكاملة بخمسمائة ريال؟ يقول ما عندي غيرها مئتين. نقول اجمع لك كم دجاجة وضحبين؟ لا، وهل ناقصة ضحابة لأنها عينت ولا تجزي لأن فيها عيب شرعي يردها. ولا تباع أضحية الميت في دينه ويأكلها ورثته. ولا تباع أضحية الميت يعني من مات بعد التعيين، بعد تعيينها عينا قال هذه أضحية ومات وعليه دين يضحى بها لأنها عينت ولا تباع في دينه، وإن كان شأن الدين أعظم من الأضحية، ولذا قال بعضهم أن تباع في دينه. ويأكلها ورثته، ويأكلها ورثته. الناس كثير منهم مع المظاهر ومع ليقال، فتجد يشتري الأضحية بثمن باهظ وعليه دين فلا يقضي دينه ويضحي بأقل منها. واحد من المشايخ رأيته يقول قابلني شخص معه خروف كبير جدا، يقول هذا اشتريته بألفين أضحية لوالدي، فقلت له والدك مدين لي بسبعمائة. قال الحقوا تشرين أضحية بألفين ودينه المعل المرهون به تقول هذا الكلام؟ هذا خلل في النية والقصد، نسأل الله العافية. لكن في هذه الحالة اشتراه ليضحي به عن والده، تأتي مسألة التعيين بقول هذه أضحية، هل له أن يبيعه ويشتري بألف وثلاثمائة ويفي الدين بسبعمائة؟ هو شراه بنية الأضحية عن والده. شو؟ لا أقل، البدل أعلى مقبول لكن أقل لا. أحسن الله إليك. بناء على كلام المصنف أنه لو اشتراها معيبة لزمت ولم تجزئه
كذلك هذه تلزم ولا يجوز له أن يبدلها بغيرها. لكن لو اشتراها ولم يقل هذه أضحية، اشتراها معيبة وعينها، هم يقولون التعيين باللفظ. اي وجب عليه ولو أوجبها، يعني عينها. عينها اي نعم، قال صارت ناقصة، وصارت ناقصة تلزمه ولا تجزئه. قال إيه، لكن هذه اشتراها ذهب للسوق وراح بيشتري أبوه ضحية، ولا قال هذه أضحية، ما وجبها، ما عينها بناء على على الكلام الأول. إيه نعم، وعلى المختار عند المؤلف. نعم، نعم. إيه بالثلث، لأن هذا حكم الوصية، حقوق الورثة. إيه أليس الدين أعظم ليقدم على حقوق الورثة؟ يقدم في هذا الباب لأنهم يقصون على الوقت وعلى نفس الوقت. وعلى كل حال شأنه الدين شأنه عظيم، والشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. وين التعيين؟ على كل حال هو دخل في العبادة يلزمه إتمامها. ولا تباع أضحية الميت في دينه، يعني من مات بعد التعيين، ويأكلها ورثته، على أن يتصدقوا بشيء منها كما سيأتي. والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها. كلوا منها وأطعموا قانع والمعتر. ولو أكل أكثرها جاز، قالوا ولو أكلها كلها إلا أوقية جاز، فإن أكلها كلها ضمن حق الفقراء. ولا يعطي الجازر أو ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها. الجازر أجرته 100 ريال، قال صاحبها والله ما عندي 100، لكن خذ رجل خذ يد مقابل الجزارة، لا يجوز، لأنه كالبيع لبعضها. ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها، هو رجوع من عن هذا القسم الذي أعطاه الجازر. لكن لو أعطاه لا عن الأجرة، على أنه فقير. أي نعم، ما فيش يعطيه أجرته كاملة ويعطيه لفقره، ما فيش. وله أن ينتفع بجلدها، ينتفع بالجلد، ضعه سقاء أو قربة، أو ينتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع، له ذلك، كما ينتفع بلحمها، كما ينتفع بلحمها. ولا يجوز أن يبيعه، كما أنه لا يجوز له أن يبيع شيئا من لحمها ولا شيئا منها، لأنه أخرجها لله، والبيع عود في هذا المبيع، وهذا لا يجوز. ويجوز أن يبدل. لكن أحسن الله إليك، من أهدي له شيء من أضحية يجوز له أن يبيعه؟ لا، إذا تصدق به على فقير، أو أهديت إلى شخص، أو أهديت إذا ملكها خلاص صارت من مالي. ها؟ ولا إيه، بس ما بفرق في العبادات، في الأضحى، في الأضاحي. لا، الآن في المسالخ، في الأمور العادية، ما يذبح للأكل أو للبيع أو غيره، يجوز تبيع أي جزء منه. أنا أتكلم بنفس طريقتهم تعاملوها في وقت الأضحى. لا، ما يباع شيء منه. مش عليه؟ جاء عن بعض الصحابة. ويجوز أن يبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها. التبديل
يعني إذا كان بمثلها أو بقيمتها يجوز ولا ما يجوز؟ بمثلها وبقيمتها هي ما في انظار إلى الهدف، قد يكون منتفع فتبقى المعينة هي الأصل، بدونها بدون بأقل منها لا يجوز، بأكثر منها وبأغلى هذا ما في إشكال. إيه وجب عليه ذبح، لكن إذا أراد أن يغيرها بخير منها تدخل في هذه المسألة. وإذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة الإمام للعيد وخطبته، إذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة الإمام للعيد وخطبته، يعني من نهار يوم الأضحى، والنهار يعتبر من طلوع الشمس، من طلوع الشمس أو من ارتفاع الشمس ودخول وقت صلاة العيد. قل وإذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة الإمام للعيد وخطبته فقد حل الذبح. نهار يوم الأضحى هل يعد من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس أو من ارتفاع الشمس وحل صلاة العيد؟ يعني مثل ما قيل في صلاة داود ينام نصف الليل، ينام من غروب الشمس أو من صلاة العشاء؟ صلاة العشاء. نعم من صلاة العشاء، يعني من وقت الإمكان. وهنا نهار يوم الأضحى مقدار صلاة الإمام للعيد وخطبته، يعني يقولون بعد على أقل ما تقوم به الصلاة والخطبة، يعني يعتبر الصلاة 5 دقائق والخطبة 15 دقائق من ارتفاع الشمس، من ارتفاع الشمس من وقت الإمكان، مع أنهم كأنهم مالوا إلى أن عبارة المؤلف تفيد أنها من طلع من بداية الوقت. معروف معروف، نناقش كلام المؤلف رحمه الله. ولا شك أن من ذبح قبل الصلاة أنها لحم، شاة لحم وليست أضحية، وإذا كانت واجبة فعليه أن يذبح بدلها. شو يقول؟ يقول هذا إذا كان الإمام تهيأ، يعني كان له محل مهيأ حول المصلى، أما إذا كان لا يعلم متى يذبح فالحكم حينئذ غير متصور. انتهى من فتاوى الشيخ محمد بن مراد. شلون؟ أعد. يقول هذا إذا كان الإمام تهيأ بأن له محل مهيأ حول المصلى، أما إذا كان لا يعلم متى يذبح فالحكم حينئذ غير متصور. أو بواضح الكلام أساس بداية يعني الصلاة وقت المقدار، المقدار معروف والأصل حتى يصلي الإمام بداية الوقت، يعني قد يكون هذا شلون حتى يتهيأ الإمام؟ أو بواضح عندكم التعليق الشيخ محمد؟ سم عندك موجود. إيه شو معناه؟ والله يا شيخ يبدو أنه أن فيه كلام مبتور، لا ما هو واضح الكلام هذا. إيه لا ما هو واضح، لأن نراجع فتاوى الشيخ يعني. فقد حل الذبح إلى آخر يومين من أيام التشريق نهارا ولا يجوز ليلا. أيام الذبح على كلام المؤلف 3، ووقته النهار دون الليل ولا يجزئ في الليل. والقول الآخر أن أيام الذبح 4، يوم العيد و3 أيام بعده التي هي أيام التشريق، وهذا هو المرجح عند أهل العلم، والذبح ليلا جائز لا إشكال فيه. فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه قبل مضي الوقت المحدد في كلام المؤلف، يعني قبل صلاة الإمام
لم يجزه ولزمه البدل، لزمه البدل مطلقا أو إذا كانت واجبة؟ يعني من دخل في المندوب يلزمه إتمامه ولا ما يلزمه؟ الأصل أنه يلزمه إلا ما استثني. هم يقولون في الحج والعمرة يلزمه الإتمام، يلزمه إتمامه. والصيام المتطوع أمير نفسه، يعني إن شاء أتم وإن شاء أفطر، لأن في قوله جل وعلا لا تبطلوا أعمالكم ما يلزم الإتمام، وهذا قول عند الشافعية في الصيام وغيره. ولما زار سلمان أبا الدرداء وجده صائما وعزم عليه أن يفطر فأفطر، وصوبه النبي عليه الصلاة والسلام، والقصة في البخاري، بحثوا هذه المسألة هل يلزمه أن يقضي هذا اليوم ولا ما يلزمه. ها شو شوي المنع؟ ما حصل ذبح بالليل في وقته عليه الصلاة والسلام، ولكن الليل مشمول بالأيام المعدودات. وأقول معلومات في الأيام المعلومات اللي هي العيد وأيام التشريق، المعدودات العشر. واذكروا الله في أيام معدودات، هي العكس اللي صار. لهذا التكبير اللي قبل. على كل حال يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه ولزمه البدل ولا يستحب، لأن من ذبح قبل الصلاة قال له النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شاة لحم، ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم. شل العبارة لا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، لأنه يجوز أن يذبحها كتاب، يجوز أن يذبحها كتاب. وش مفهوم لا يستحب؟ أنه يكره أن يذبحها، يكره أن يذبحها، لكن إذا كان كتابي، أما إن كان غير كتابي فلا يجوز. يعني والمطلوب إثبات الاستحباب أو نفي الاستحباب؟ لو قالوا يستحب أن يذبحها مسلم، ها؟ بلا شك أوضح. فإن ذبحها بيده، يعني ذبحها كتابي، نص على كراهة، وبعضهم قال بالمانع لأنها قربة، قربة لا 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 يباشرها إلا مسلم، فإن ذبحها بيده كان أفضل. لا، مباشرة العبادة المسلم عبادته هو الأصل، لكن إذا كان لا يحسن ينيب من يذبحها عنه، وحضوره عند الذبح أفضل، ويقول عند الذبح بسم الله، والتسمية على الذبيحة شرط، وإن كانت على المذهب مع الذكر دون النسيان. والله أكبر من باب الاستحباب، فإن نسي فلا يضره. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والقول بأنها شرط أنها لا تجزئ مطلقا ذكر أو نسي، والقول بأنه إضاعة للمال أنه لو أجري عليه الحكم ما نسي مرة ثانية. وليس عليه أن يقول عند الذبح عن من، يعني هذه أضحية عني أو عن فلان أو عن والدي أو عن كذا، لا يلزمه، لأن النية تجزئه، النية كافية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا عن محمد وآل محمد
والثانية عمن لم يضحي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول التعبير هنا وليس له نفس ما قلنا فيه سابقا. إيه لا, لا العبارات في باعتبارها أول متن تحتاج لها. ويجوز أن يشترك السبعة فيضحوا بالبقرة أو البدنة, بدنة تجزي عن سبعة والبقرة كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام عدل البدنة بعشر من الشياه في موضع, في إيش؟ في تقسيم الغنائم. وهنا في الهدي والأضاحي بسبع, هي من ناحية الحجم واللحم تعادل السبع, لكن في غنائها في المغازي والأسفار تزيد. ويجوز أن يشترك السبعة فيضحى بالبقرة أو البدنة. والعقيقة سنة. أحسن الله إليك. نعم. يعني يشترك سبعة, كل واحد يشرك من كان ينوي إشراكه في وضحيته لو ضحى بالشاة, يعني يضحي بهذا السبع عنه وعن أهل بيته والآخر يضحي عنه. يا عم بقى أنا شاة. هم يقولون السبع لا يشرك فيه, يقول السبع لا يشرك فيه, لكن ما المانع إذا كان حكم السبع حكم الشاة أن يأخذ جميع الأحكام. وهذا في الأضحية والهدي دون العقيقة, دون العقيقة ما نص عليها هنا, لأن العقيقة عند جمع من العلم السبع لا يجزي, ويعللون ذلك بأن الله أعطاك ولدا كاملا فتذبح عقيقة كاملة. وبعضهم يقول ما في فرق, تشترك الأضاحي والهدي والعقيقة في جميع الأحكام. والعقيقة سنة عن الغلام شاتان سنة, وعق النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين شاتين, وجاء أيضا ما يدل عنه على الغلام شاتان وعن الجارية شات. وقوله سنة هذا قول عامة أهل العلم, معنى أنه لا يأثم إذا تركها. وجاء في الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته, كل غلام مرتهن بعقيقته من حديث سمرة, وهم من روايات الحسن عن سمرة, وفيها خلاف كبير جدا, هل روى الحسن عن سمرة أو لم يروي. وفي صحيح البخاري نعم, في صحيح البخاري عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين سأل الحسن عمن روى حديث العقيقة فقال عن سمرة. فيثبتون سماع الحسن لحديث العقيقة من سمرة وينفون ما عداه. ومنهم من يقول ما دام روى هذا الحديث فجميع رواياته عنه تحمل على الاتصال. أحسن الله إليك. الولد إذا خرج ميتا والسقط يعق عنهما؟ هذا ما تمت به النعمة فلا يعق عنه, على كلامهم أنه ما تمت به النعمة فلا يعق عنه. ومنهم من نظر إلى الأجر والثواب المرتب عليه فاستروح أنه لو عق عنه لكان أولى. لكن حديث الحسن كل مولود مرتهن بعقيقته, يعني يشمل الحي والميت, يعني ولد. أحسن الله إليكم. هم يعللون شرعية العقيقة بأنها شكر لله جل وعلا, وولادته ميتا ما تمت به النعمة, فما يرون اتجاه الحكم. وقال بعضهم أنه لو لم
تتم النعمة بولادته حيا فقد تمت النعمة بخروجه وترتيب الأجر والثواب عليه. يقول قول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الذي نقل في الحاشية الظاهر أنه ليس على هذا المتن، لأنه صدره بقوله قوله بعد الإمام كذا. على كل حال يؤتى بالنص كامل إن شاء الله نشوف. أحسن الله إليك. إيه هذا على حسب حد علم الراوي، وإلا فشاتين شاتين أصح. أحسن الله إليك. لو ترك الشاه ونحر بدنه عند مالك الشاه أفضل، الشاه أفضل من البدن ولو كانت كاملة. إذا قلنا بإجزاء السبع تكفي الواحدة، والقدر الزائد على الواجب وفي حكمه المستحب، هل يأخذ حكمه ولا يأخذ حكمه؟ ها شو غير متميز؟ نعم، قالوا القدر الزائد على الواجب إن كانت الزيادة متميزة فهي مستحب، وإن كانت غير متميزة فهي واجبة. ها؟ وهذه في الأصل مستحبة. لكن أحسن الله إليك، إذا قلنا العبرة بإنهار الدم فهل نقول إنه لا تحصل السنة حتى يذبح بدنتين؟ والله بتكليف من مشق. وين؟ الارتهان اللي فك فيما بعد كل غلام مرتهن بعقيقته، يعني المقرر شرعا له. ايه وش لا، ما دام النصاب ثنتين بالنسبه للذكر ثنتين بعقيقته، عقيقه مفرد مضاف فيعم ما يسمى عقيقه من الاثنتان. لكن أحسن الله إليك، لو لم يوالي بين العقيقتين بين الشاتين عن غلام، يعني ذبح إحداهما، خلاف السنة يجزي، ولو تأخر كثيرا ما يضر. يصدقون بالهدي والأضاحي، ويصدقون لأنها أرخص، وقد تكون النية عند بعضهم لأنها أنفع، فسنة الأكل تفوت. والقول بوجوب الأكل عند أهل العلم فكلوا منها، إذا قيل بوجوب الأكل لابد من الأكل. حين حتى الشيخ صلى الله عليه وسلم في عشاء يعزم عليها ناس أضحية أو المهم لابد من التصدق منها، فتصدق منها ووضعها في وليمة وقال هذه عقيقة وقال هذا، لا يضر الناس أنه أكرمهم، اشتراها من أجلهم وذبحها من أجلهم. تذبح يوم السابع يعني مو ولادته، ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية، يعني العيوب السابقة يجتنب في الضحايا، العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة التي لا يرجى برؤها، والعجفاء التي لا تنقي، والعظباء، إلى آخر ما ذكره. كل هذه العيوب يجب اجتنابها في العقيقة كما يجب اجتنابها في الأضحية، ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية، وسبيلها في الأكل والصدقة والهدية سبيلها، يعني سبيل الأضحية، وهي أنها أثلاث، يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا، إلا أنها تطبخ أجدالا أو جدولا، نعم، أي أعضاء مع المفاصل، يعني تقسم تفصل مع المفاصل، ما يكسر العظم
وقالوا أن السبب في هذا أن تفاؤلا بسلامة المولود وأنه لا يكسر له عظم ولا إيش قال المغني شبول قال ابن جريج تطبخ بماء وملح وتهدى للجيران والصديق ولا يتصدق منها بشيء ما في بهارات بس ماء وملح يقول ماء وملح وتهدى للجيران طيب أجدالا ايش يقول قال أبو عبيد الهروي العقيقة تطبخ جذولا ولا يكسر لها عظم أي عضو العضو وهو الجد بالدال غير المعجم والإرب والشلو والعضو والوصل كله واحد وإنما فعل بها ذلك لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود فاستوجب فيها ذلك تفاؤلا بالسلامة كذلك قالت عائشة وروي أيضا عن عطاء وابن جريج وبه قال الشافعي يعني ما في دليل مرفوع في المسألة وكذا قالت عائشة من قول عائشة رضي الله عنها أجدال كاملة ها؟ أجدال كاملة أجدال يعني الأعضاء يعني ما يكسر شيء اليد تفك من هنا والرجل تفك من المفصل وهكذا اللهم صل على محمد شو لا ما هو بالحسب لا لا فيه مفاصل فيه مفاصل واللي ما ينفصل يطبخ كما هو على كلامهم ايه ها شو يقول من رواه ها من كلام عائشة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ها السن نعم اللي يجزي في الأضحية لا بد أن يكون السن المجزي في الأضحية قصده الكافر تكسير. غير الكتاب إيه يقول يقطع يعني كسرها بعد الذبح يعني يتولاها بعد الذبح يتولى النجا قصدك نجاسته هل يجوز يا شيخ أن يقطع الأضحية الأضحية ما في إشكال الكلام في العقيقة كلام في العقيقة هم قالوا في السابع ومضاعفاته الرابع عشر والواحد والعشرين ثم بعد ذلك في أي يوم راجع تحفة المودود اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك عدة وفات زوجها بيومين يجوز تسافر العمرة ولا ده حجز لها لا حتى تتم السلام كان في مشقة الآن الله على صلى الله عليه وسلم تنتظر يومين محبظار شيخ حسن الله عليك اجتهاد المولود بالعقيقة هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يقصد المعنى ارتهال ما تعرف السلعة إذا رهنت ما لابد تفك بوفاء الدين دين سيد دين يوم السابع لها حكم وقفت على شيء الرقم سبعة لو شأن في النصوص الشيخ يسلمكم الاصطدام هذه الأضحية أو العقيقة يقول الإمام أحمد يرجى أن ييسر تسديده